السؤال الاخير يا هنا. اخير خالص؟ اه لا مش خالص في الفقره دي بس. ماشي كنت ازعل والله من التخيل. لا لو افترضنا انك مش مرتبطه وان اللي موجودين هنا مش مرتبطين ماشي ولازم تختاري واحد منهم ده اللي هترتبطي بيه، تختاري لنا واحد. اوكي تختاري احمد عز ولا كريم عبد العزيز؟ ما انا قلنا قبل كده انا بحب. لا ما هنا بقى انت مش فاهمه اللعبه مختلفه، احنا هنا كل اختيار ثانيه واحده يعني انا هقول هرتبط بيه بجد الحقيقي؟ لا ده افتراض انا في عالم مش حقيقي. ممكن في واحده بتضحك جامد قوي ما يعني هي كانت عينها منه. اه يعني انا بحب بصراحه يعني احمد عز. احمد عز يبقى احمد عز بس هرتبط بيه الارتباط. اه ارتباط؟ اه هيبقى ده ارتباط معايا. ارتباط؟ ايوه. انت بتبدأي ليه؟ انا بقول لك اهو ارتباط مين؟ ماشي احمد عز؟ لا كريم عبد العزيز بقى. كريم عبد العزيز؟ انا حسيتك برضه هتاخديه وانت مش عاجباه. ماشي هاتهولي ده اللي لا لا ايه ده؟ كريم عبد العزيز برضه بحبه. كريم عبد العزيز هاتي المايك ده هاتي عشان مش عايزين لعب. اهو خدي. لا احذفي زي ما حذفتهولي. هيلفلف؟ لا مش هيلفلف، احذفي جامد، احذفي اهو بس سيبيه كده. يبقى كريم عبد العزيز طير احمد عز ونشوف مين تاني. ايه ده هو في؟ اه ايه ده الله. لو كريم عبد العزيز واحمد حلمي تختاري مين؟ إيه كريم عبد العزيز. وكريم عبد العزيز طير حلمي ولسه مكمل معانا. طيب لو كريم عبد العزيز واحمد السقا. إيه كريم عبد العزيز. ولسه معانا كريم عبد. طيب لو كريم عبد العزيز وتامر حسني. انا بحب تامر حسني قوي في الحقيقه عامه يعني. نكمل مع مين؟ نكمل مع كريم عبد العزيز عشان برضه ده انت مخلصه قوي ولسه كريم مكمل معايا. مكمل معايا اه خلينا مكملين معايا. طيب لو كريم عبد العزيز وهشام جمال. اوه ده ايه ده؟ ايه؟ ده افتراض يعني ولا ده ايه؟ ايوه افتراض. لا نكمل بقى مع هشام. وجه هشام وطير كريم عبد العزيز كان مكمل معانا 17 سنة. اوه طيب حماي ده بقى ما تختاريش ونطير حماي عشان هو اساسا محجوز لنا وهي هتكمل مع هشام جمال مش محتاجة انكم تسألوا. لا مش هقدر اجي جنب حماي بصراحة. اه طبعا. ليه يعني على فكرة ممكن اجي جنبه؟ لا انا ممكن اختاره. لا انا اللي اختاره. ماشي اخترتيه؟ اه لو هشام جمال. لا هو عشان يعني انت مش هينفع تفضلي لانه هو كده كده اصلا في واحده تانيه مختاراه. مين؟ يعني مش هو طارق. مين بقى؟ انا شوشو. مش هو متجوز؟ ايوه ما هو ده افتراض بقى هو لا يبقى حقيقه ولا واقع يا ستي. الله خلاص انا اسفه انا اسفه خلاص يا شيماء. وبعدين لما تتلوحت تقولي لي اتلوحت هتزعليني منك يا هنا. خلاص والله خلاص والله ما قصدي. يعني انت بتقولي لي كده؟ لا خلاص يا شيماء. لا الحركات دي انا عارفاها في المسرح بقى. طيب خلاص. طب هشام جمال ولا هاني سلامه؟ يا لهوي بقى. لا خلينا بقى ما نفضلش بقى ايه؟ خلينا كده. نقفل اللعبة؟ لا خلاص خلينا كده. وهنطلع فاصل ونرسم قلب وضحكة على الشبابيك ونرجع لكم تاني استنونا.